حي النداء في النجف كغيره من أحياء ومناطق المحافظة يشكو انعدام الخدمات والبنية التحتية، ولا سيما بعد موجة الأمطار الأخيرة وغرق الشوارع وتعطل الحياة في الحي. وإحنا حي النداء عندنا مظلوم إلى درجة، يعني إذا مطرت عندنا يومين حسب حسابك 10 أيام ما نقدر نطلع من البيت، يعني بالنسبة لا شوارع لا تبليط لا، يعني إذا تحسبين حسابك الحي المظلوم اللي بالنجف هو حي النداء، يعني احنا شوارعنا تعبانه الى درجه، مدارس عندنا قليله، لا ماي لا مجاري، كل شيء ماكو. يعني هسه مطرت ذاك اليوم يوم الاحد مطرت شويه، مطرت لها نص ساعه، هاي غرقت الشوارع، لا طلاب بعد تروح المدارس، لا واحد يمشي، لا واحد يطلع على باب الله، سياره ما تقدر تتعدى، والله ما يصير هيك. سكان حي النداء أكدوا تعرضهم للظلم نتيجة الإهمال الحكومي الذي تسبب بتفاقم معاناتهم المستمرة لأكثر من 15 عاماً، مشيرين إلى عدم وجود أي دور حكومي لمعالجة أزمة تدهور الخدمات وانهيار البنية التحتية لحي النداء. حي راح يصلها تقريباً 17-18 سنة، شو كنت تلتفتون ما تقول أنا خطية العالم لو متين، بس يعني كل من وربعة، يعني لو كل واحد هنا قاعد مسؤول كبير شابه لطو، ليش مو احنا خطية؟ كيف فقرة هنا ناس كسبة؟ انعدام الخدمات في حي النداء في محافظة النجف يعكس واقع القطاع الخدمي المنهار في العراق بعد عام 2003، رغم انفاق المليارات على مدى عقدين اتضح ان آلاف المشاريع الوهمية والمتلكئة التهمت أموالها دون مساءلة او متابعة.